خلينا نروح للسكايب ابل اكزافيه. طبعا كان نجم منتخب البرتغال ونجم فريق ليفربول سابقا، ولقريب جدا كان بيتولى المسؤوليه كمدير فني لمنتخب موزمبيق. هنضرب معاه ثلاث عصافير بحجر واحد: البرتغال اللي عندها النهارده ماتش في كاس العالم، وصفقه انتقال رونالدو من اليوفي لمانشستر يونايتد، الكلام على ليفربول طبعا بما انه كان واحد من نجومه ورايه في ليفربول نسخته السنه دي ورايه في محمد صلاح، وبالتاكيد هيكون لنا واقفه مع خوسيه لوي ميكسوني نجم الموزمبيق، وطبعا الصفقه الجديده للنادي الاهلي. بدايه بشكرك على وجودك معانا، واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوه، انه لشرف لي ومنتهى السعاده لي ان اتواجد على قناه النادي الاهلي، وسلامي لكل المشجعين وكل الشعب المصري، شكرا جزيلا لكم. خليني ابتدي معاك الحقيقه من صفقه بينتظرها او انتظرها جمهور النادي الاهلي كتير، وحاطين عليها امل كبير جدا في موسم الاهلي القادم، خصوصا ان الاهلي عنده عدد كبير جدا من البطولات هينافس عليها. بتكلم على خوسيه لويس او خوسيه لوي ميكسون لاعب موزمبيق وسيمبا التنزاني السابق. عايز اعرف رايك في الصفقه دي، وايه اللي ممكن يضيفه ميكسوني للنادي الاهلي؟ انا سعيد جدا ان ارى لويس ميكسوني يوقع للنادي الاهلي وان يكون جزءا من هذا الكيان العظيم، ويكون طول الوقت يفكر في تحقيق انجازات كبيره مع النادي الاهلي. فهو لاعب رائع، وانا قمت بتدريب لويس ميكسوني في منتخب موزمبيق لسنوات، فهو لاعب متميز جدا. انا استطعت ان اضمه واستطعت ان احلل طريقه لعب هذا اللاعب، واستطيع ان اقول اني وجدت ان لويس ميكسوني هو جزء اساسي من كيان المنتخب الموزمبيقي. واستطيع ان اقول حينما تكون جزءا من المنتخب الوطني وتشارك في تصفيات عديده وبطولات عديده ستكون على المستوى، لكن اذا انتقل اللاعب الى مصر سيكون لديك لاعب افضل بالطبع، وهو استطاع ان ينمو ويتطور ويكون مناسب لاي نادي يشارك فيه. انا وجدت مميزات كثيره في لويس ميكسوني، فاعتقد ان لمده 3 سنوات ونصف معا استطعت ان اكتشف انه لاعب رائع مهاري قوي جدا، يستطيع ان يلعب في اي مكان في الملعب، في الجزء الهجومي، في اليمين، في اليسار، وراء المهاجمين. هو لاعب رائع، هو يحرز باستمرار، وانا سعيد جدا من اجل لويس. انا قتلت من اجل لويس وأصررت على إشراكه معي. طب خليني أسألك، أفضل مركز في الملعب أنت شايف أنه من الممكن توظيف ميكسوني في المركز ده، والمركز ده ممكن يظهر قدراته بشكل كبير؟ بالطبع، لأن لويس لاعب ذو مخيلة، لعيب مبدع، يستطيع أن يلعب في 3 أماكن في الخط الأمامي، يستطيع أن يلعب كجناح أيمن وكجناح أيسر، يستطيع أن يلعب كمهاجم، ويستطيع أن يلعب خلف المهاجمين وأن يصنع اللعب وأن يربط الخطوط ببعضها. ولهذا السبب تعتبر هذه الصفقة صفقة كبيرة أن توقع للأهلي وأن يستخدم الأهلي لويس ميكسوني.